ده كان مقصود انه هل ده خطأ مقصود؟ لانه ممكن يبقى في ناس تقول في حجة يقول لك ده خطأ مقصود ان انا بديله رسالة غلط عشان هو يتورط في حرب فيتم استنزافه ويتم اضعافه. وفي ناس بتقول لا، ده انا مش عايز اقول له اطمنه عشان يبقى دايما حاسس بالخطر من اتجاهي وحاسس ان انا ممكن اتحرك في اتجاهه في اي توقيت. ولا هو خطأ تقييم الموقف؟ هم ما كانوش متخيلين مثلا روسيا هتتخذ هذا القرار الكبير والجريء. يعني اقدر اقول لغايه ما نشوف دليل، لغايه ما نشوف مذكرات بتتنشر ووثائق بتتنشر بتقول انه في بالظبط انه في تم التفكير في القضيه، تم تقديم مذكرات وقلنا فلنترك السوفيت يتورط او روسيا تورطون مثلا، فساعتها نقول كان في مؤامره. لكن لغايه ما يثبت ده، انا اعتقد انها في خطا في التقدير وخطا في صنع القرار وفي نظره لروسيا في لفتره طويله منذ انتهاء الحرب البارده، في نظره لروسيا تراها باعتبارها يعني قوه يمكن اهمالها، قوه قديمه لا تستحق عناء انك انت انك تعمل اكوموديشن، انك تتكيف معها او انك تستجيب لجزء من مطالبها. وده ترتب عليه كتير من السياسات في الحقيقة اللي لم تكن ضرورية إلى حد بعيد، لكنها خلقت عند روسيا إحساس بأنها بالمهانة القومية بالنظرة الدنيا من جانب الآخرين، وأنه هذا لا يتلائم مع مكانة روسيا التاريخية. وبالتالي بمجرد ما روسيا استعادت توازنها، جمعت صفوفها مرة تانية بعد الانهيار الكبير اللي حصل بانهيار الشيوعية والاتحاد السوفيتي، ابتدت تحاول تستعيد مرة تانية خلينا أقول كرامتها، لأنه كان في إحساس بالمهانة القومية لروسيا. وبدأ ده يظهر في أكتر من حدث. يعني خلينا الحرب في أوكرانيا ليست أول مرة تستخدم فيها روسيا القوى المسلحة في الجوار، استخدمتها قبل كده في جورجيا، استخدمتها في القرم وده إقليم تابع لأوكرانيا. وخليني هنا في الهامش في الحتة دي أقول إنه لروسيا مظلمة أنا أتصور إن الغرب أساء في فهمها إلى حد بعيد. انتهى الاتحاد السوفيتي، انهار الاتحاد السوفيتي وتحولت جمهورياته إلى دولا مستقلة. ده ربما يعني ماشي الحال في أغلب الحالات، لكن حالة أوكرانيا بالذات حالة فريدة إلى حد بعيد، فريدة لأنها قريبة جدا ملاصقة لروسيا الكبيرة دي، وانه بالتالي في تداخل سكاني على الاقل في بعض الاقاليم، اقاليم اللغة الروسية لحد بالضبط. يعني في حوالي 20% من سكان اوكرانيا اللي هم في الاقاليم الشرقية لوغانسك بالذات بيتكلموا اللغة الروسية، فهم قوميين روس ما هماش اوكرانيين بالمعنى ده. وتاريخيا، وانا بتكلم عن التاريخ القريب، بتكلم عن الخمسينات مش زمن بعيد، يعني حصلت عملية إعادة رسم للحدود في داخل الاتحاد السوفيتي ما بين جمهورية روسيا وجمهورية أوكرانيا، الاثنين جوه إطار الاتحاد السوفيتي، لكن كان بينظر لإعادة رسم الحدود دي باعتبارها عملية إدارية، إجراء إداري، حدود إدارية ما هياش حدود سياسية، لأنه كله جوه ضمن دولة. في إطار هذه العملية شبه جزيرة القرم انتقلت تبعيتها من روسيا إلى أوكرانيا. كان الوضع ده ممكن يستمر عشرات ومئات السنين لو استمر الاتحاد السوفيتي، لو استمرت هذه التبعية ذات طابع إداري مش سياسي. لكن عندما تتحول إلى حقيقة سياسية تخلق وضع استراتيجي، ميزة استراتيجية لأوكرانيا، وتحرم روسيا من ميزة استراتيجية شبه جزيرة القرم، شيء مهم جداً، أعتقد أنه كان ممكن. لكن مع انتهاء الاتحاد السوفيتي الوضع أصبح في حالة من حالات المفارقة، لا يصعب جدا أنك أنت تخلق حدود سياسية على أوضاع إدارية. السياسة تعكس قوة، تعكس تاريخ، تعكس هويات. وكان من الضروري في الحقيقة إعادة النظر في الحدود في حدود روسيا في بعض الأقاليم، بحيث تتطابق الوقائع السياسية مع الهويات والانتماءات القومية للشعوب. لأنه خلال 70-80 سنة اللي كان فيهم الاتحاد السوفيتي في حركة سكان وفي انتقالات وفي كذا. طيب ما هو